تعدي الايام بينا والفكرة اساس حلمنا. رأيك مطلوب والرأي التاني يهمنا. بيجامة وشعبه وصورة رئيس. حب الوطن في دمك وبرضه في دمنا. أقر وأعترف أنا المواطن بجامعة علي بجامعة أنني لا أنتمي إلى أي حزب سياسي أو طيار بعيني. اللهم إلا أنني عضو مؤسس في الجمعية العمومية لشعب مصر العظيم، هؤلاء الذين أعياهم تنطع المتنطعين وفتاوى الفتيين وخطط الخائنين وأموال المأجورين، المقر بما فيه بجامعة علي بجامعة. والله اعرفه ان هو ايام الجامعه كان شيوعي. لا لا، هو كان اخوان مستخبي في وسط الشيوعيين. حيد عليك يا عالي ومرتك بتدور عالي. حيد عليك يا عالي ومرتك بتدور عالي. علي. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم جامعه وشعب وصوره رئيس. النهارده يا جماعه حلقتنا مختلفه، وزي ما انتم متعودين ان كل حلقه بنقول ان هي حلقه مختلفه وبتطلع حلقه مختلفه. النهارده هنتكلم على شويه حاجات كتير. خطاب الرئيس اللي كان غريب جدا ان هو يطلع لنا ويقول الكلام ده من قلبه من غير ما يبقى فيه اوتو كيو ولا حاجه بيقرا منها، وده في حد ذاته رائع وممتاز. ده خطاب الرئيس. وهنتكلم على أبلة ليليان. أبلة ليليان دي اعلاميه زميله، وبعد كده نشوف صاحب القناة اللي بتشتغل فيها أبلة ليليان. كل ده على الكلام اللي بتقال على أبلة ليليان وترحيلها من مصر، وأنا ضد ترحيلها من مصر، بس هنتكلم على شوية ضوابط كده. أوكي، بعد كده عندنا عم أوباما. أيوان عم أوباما. هطلع فاصل وهرجع أقعد هنا جنب الرئيس ونبتدي الحلقة. السلام عليكم. عايزين نتكلم في حاجة مهمة يا جماعة قبل ما نتكلم في مواضيع الحلقة الكتير، من الحلقة كلها نص ساعة. عايزين نسأل الرئيس، ازاي حضرتك يا رئيس؟ طبعا انت كنت مبدع، وبهنيك على اللي انت بتعمله في ليبيا. عايزين نسأل سؤال مهم جدا للرئيس، في انتخابات ولا مفيش؟ هنضرب ليبيا ونقضي على داعش هناك ولا مش هنضرب؟ مش انا اللي بقول يا ريس، ده الناس اللي بتقول، هما اللي بيقولوا. الناس في الشارع بتقول، وبعض الاعلاميين بيتكسفوا، وساعات كمان الناس يا ريس قعدت تسال بعضها كده هود بس من تحت لتحت، هو اللي حصل في ليبيا دوت حقيقي وبجد وجديد؟ ايه بجد وجديد دي؟ والله يا ريس الناس قعدوا يسالوني وانا قلت لهم ما اعرفش، وانا ما كنتش على الحدود. ده اللي بيقولوا الناس، بيسالوا عايزين يعرفوا. والحمد لله ان حضرتك طلعت ووضحت كل حاجه في الخطاب بتاعك. واحنا فعلا يا جماعه المصريين ما بيعتدوش على حد، احنا بس بندافع عن ارضنا، عن عرضنا، عن روحنا، وده من حقنا. صح يا ريس؟ كويس ان انت وضحت لهم، عشان بيختلط عليهم الامور وبيقعدوا يتكلموا من تحت لتحت، مع ان الشجاعه ان انت تواجه وتقول الحق حتى لو على رقبتك. لو في انتخابات هنأمنها ازاي؟ ولو تأمين الانتخابات فلت منه لجنة، لجنتين، تكتل ومجموعة ناس وبني آدم ما عندوش ضمير حط قنبلة أو محدث صوت، أنا مش هبقى مبسوط يا ريس على فكرة لو ست كبيرة قد والدتي ووالدت حضرتك جرى لها حاجة، أو بنت صغيرة، أو ست من ستاتنا، او راجل او طفل. مش هبقى مبسوط بالمجلس لو جه على حساب جسس، على حساب المصريين، على حساب دم، وينتهزوا فرصة ويعملوا لنا فخ. لو ينفع يا ريس تتأجل أجلها، اضمن للمصريين، وخلينا نهتم بالبؤر الارهابية الاهم في سيناء وفي على حدودنا الغربية. صح يا ريس؟
لو هي دي الحقيقة اطلع للمرة الجاية للناس وقول لهم باردون، مش هينفع، مش هينفع نعمل استحقاق على جثث المصريين. ودي حقيقة يا ريس، ما ينفعش نهرب منها. من الآخر يعني، مهم معانا حاجة تانية يا ريس، ممكن اتكلم فيها بعد اذنك. هنعمل قمة عربية ولا لا؟ مش المفروض نعمل قمة عربية ونجمعهم كده في التحرير؟ لا، مش في التحرير في الميدان، في التحرير في الجامعة العربية. بس اعمل قمة عربية يا ريس، وهتلاقي كل الناس بتتكاتف مع حضرتك على طول. وش على كده؟ احنا بنخافش، صح ولا لا؟ صح. معانا حاجة مهمة، أبلة ليليان داود، أبلة ليليان أنا بكن لها كل تقدير واحترام. حصل عليها حملة ضدها يعني، وبعض المصريين قالوا لها ارحلي، ارحلي يعني امشي غادر البلاد، مما لا شك فيه ان هي إعلامية جديرة بالاحترام، فأنا بحترمها في حدود الرأي والرأي الآخر. بس تعالوا نشوف أو نسمع المداخلة اللي عملتها مع أبلة منى سلمان، والاثنين أبلوات طبعا عشان هم إعلاميات كبار. أبلة منى سلمان هنا عندنا في قناة دريم سألتها سؤال ما كانش المفروض هو ده اللي يتسأل. عارفين كان المفروض تسأل تقولي؟ اسمعوا المداخلة وبعدين هرجع أقول لكم المفروض أبلة منى كانت تسأل أبلة ليليان السؤال إزاي. رحب بزميلتي العزيزة ليليان داود على الهاتف. أهلا بيك يا ليليان. مساء الخير يا أستاذة منى، وأشكرك على إتاحة الفرصة دي. أنت بزعل الناس في إيه بقى؟ والله أبدا أبدا، يعني أنت قولي لي هم زعلانين ليه بس. ليه صحيح؟ يعني من وقت للتاني بيظهر هذه الحملة بتستهدفك بشكل واضح على تويتر، هل عندك أي تفسير للمسألة دي؟ والله يا أستاذة منى، أنت يمكن قلتي جزء كتير كبير دلوقتي حضرتك من المشكلة، إن للأسف في ميل دلوقتي عند بعض الشرائح، ولا أقول يعني ما أقدرش أحدد، بس في بعض الشرائح تتجه اليوم باتجاه مش عايزة إلا رأي واحد، أو إنك ما تعرضيش. أنا شخصياً أنا لا أدعي إن أنا بقول آراء شخصية في برنامجي، ولا من خلال الساعة ونص اللي بطل فيها على الجمهور، بقدر ما زي ما حضرتك قلتي أنا بعرض كل الآراء اللي موجودة. فيبدو لي إنه في ده كمان توجه عند بعض الشرائح، مش عايزينه، مش عايزين انك انت تقولي انه في وجهة نظر تانية بتقول كذا كذا، ايا كانت الارضية زي ما حضرتك عبرتي اللي بينطلق منها. كلام رائع زي ما سمعته، الرأي والرأي الاخر، وعمرنا ما بناخد وجهة النظر لحسابنا، ولا الكلام يبقى بتاعنا لوحدنا. الاتنين صح. وقبل منى ما سألت وقالت ان وردة الجزائرية فضلت محتفظة باسمها جزائرية، واحنا بنحبها وهي جزائرية، وصباح عمر ما حد فينا سأل زي ما انت قلتي هي لبنانية ولا مصرية. بس الكلام ده في الغنى، في الطرب، في تحيا مصر، في فنانين، لكن في السياسة في كلام تاني. الكلام التاني هو كان المفروض قبل منى تسأله وتقولوا لأبلة ليليان، هو انت قلتي ايه عشان المصريين عايزينك ترحلي؟ ايه اللي حصل؟ ممكن يا جماعة قبل ما نقول السؤال اللي كان المفروض يتسأل تشوفوا التويتة بتاعت أبلة ليليان. شباب ما تخلوا شي يحبطكم، الشعب ده ياما شاف، وكمل بإيديكم سلاح اسمه إرادة الحياة، وجلدكم مش بإيده إلا يحاول سلبها منكم، اتمسكوا بيها. ليليان داود، ده اللي كانت كتباه قبل ليليان. عارفين السؤال كان المفروض يكون ايه؟ مين هو جلدكم؟ انا معاها ان هي تؤازر الشباب وتحثهم على الثبات على حقهم وعلى اللي هم بيطالبوا بيه في حدود الأدب والاحترام
وان هم ما يتظلموش، واحنا ضد ان اي حد يتظلم، ده حقيقي، بس كمان ضد ان حد يكون من بره مصر ويتدخل في شأنها الداخلي. مع احترامي الشديد لكل الإعلاميين والصحفيين والفنانين والمغتربين والمقيمين واللي جايين بالصدفة على عيننا وعلى رأسنا، بس مش واسعة شوية كمان؟ لفت نظري هم نجيب ساويرس صاحب القناة اللي بتشتغل فيها أبلة ليليان، قال على تويتر، تيجي نشوف، قال ايه؟ بعد اذنك يا عم احمد، طلع التويتايه: حتى اذا اختلفت مع اراء ليليان داود سادافع عن حقها في رايها دائما وابدا، الراي والراي الاخر. يا عم نجيب، يا عم نجيب، الراي والراي الاخر انا معاك، مفيش اي مشكله. فاكر لما الاخوان في السنه اليتيمه اللي كانوا ماسكينها وقعدوا يتمطعوا ويقول لك مش عارف ايه، وهنجيب يهود من بره، وهنجيب مش عارف منين، فاكر؟ كلنا ثرنا قدامهم ورفضنا ان هم يقولوا اللي مش عاجبه الكلام دوت يسيب البلد ويمشي. مش من حق مصري ان هو يقول لمصري سيب البلد ويمشي، البلد دي بتاعتنا كلنا، فما بالك بقى للاجنبي؟ وسامحوني اصلي ليليان اجنبيه، باسبورها بيقول كده، مش مصرية. حتى لو كان زي ما هي بتقول، من امتى؟ اوبا، النور قطع يا ريس. الله 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 الله، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ تقريبا يا جماعة احنا طلعنا من الفاصل ورجعنا لكم على طول، وتقريبا اللي بيجي على ليليان ما بيكسبش، فالنور والله العظيم لغايه دلوقتي لسه ما جاش. فالمهم عم نجيب، المهم اللي عنده شجاعه يقول مين جلدهم او مين جلدكم او مين جلد الشباب، مين اللي يقدر يسلب اراده الحياه من شباب مصر؟ ولا حد يقدر، ولا حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا انتوا كنتوا تقصدوا يعني على وزير الداخليه؟ ما انا عايز اعرف مين جلدهم، ده مش من حقي. وحتى لو مختلف معايا يا عم نجيب، خليها تقول مين جلده. اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. وطلعوا فاصل بقى لغاية ما يجي النور. مخرومة ولا مش مخرومة يا ريس؟ فاصل. أيوة أنا قلت له، لا 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 لا، اتاكدت اتاكدت، ده انا اتاكدت. استنى بقى عشان ابتدوا. ها، مع السلامه. السلام عليكم. نرجع بقى لمرجوعنا يا ريس، بعد اذن حضرتك، لما حضرتك اجتمعت بالاحزاب والقوى السياسيه، يعني بصراحه يا ريس احنا لا عندنا احزاب ولا قوى سياسيه على فكره، وده حقيقي. عارف ليه يا ريس؟ اصل انا تابعت كل المتحدثين باسم الاحزاب العريقه واللي مش عريقه، وشفتهم الساده الاعلاميين اساتذتي بيجيبوهم يقعدوا يتناقروا قدام بعض، كلهم يا ريس اتكلموا على الايديولوجيات وان هم مش عايزين الاخوان، خي وحشين الاخوان، ماشي موافقين وحشين الاخوان، اتكلموا بقى عن التيارات السياسية اليسارية واليمينية والاشتراكية والليبرالية والاجتماعية وكل الحاجات دي، ونسوا يتكلموا عن المواطن البسيط الغلبان. هيعملوا له ايه؟ هيشرعوا. يا ريس كل الغلابة اللي بكلمهم يقولك ايه، اصل الناس في التلفزيون بيقولك هيشرعوا قوانين، هيشرعوا قوانين، ودور البرلمان المراقبة والتشريع، مراقبة وتشريع. الناس البسيطة الغلبانة مش فاهمة الحاجات دي يا ريس، ولا اصلا فاهمين حاجة من الكلام بتاع النخبة، وكل واحد عايز يرشح نفسه للبرلمان، يرشح نفسه للبرلمان. ثم حضرتك قلت لهم اعملوا قائمة واحدة ليه؟ ليه 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 صحيح؟ اصل كله طلع يتكلم باسم حضرتك، قالك والرئيس قال لنا، والرئيس قال لنا، ولازم نبقى ايد واحدة، خد يا تعال عشان احنا نبقى ايه، حكومة الرئيس او حزب الرئيس.
الرئيس كان بيقول لكم كده يا جماعه يا محترمين عشان تتلموا وما تختلفوش، عشان تتحدوا وما تتفرقوش، مش عشان تعملوا شله وعصبه وحزب وطني جديد. كان بيقول لكم اتجمعوا عشان تبقوا في قايمه واحده عشان المندسين ما يبوظوش المجلس ويبقى الاستحقاق تم. ده اللي كان يقصده الرئيس، مش بيقول لكم انا عايز شله من حلمنتيشي عشان تقعد تطبل له. لو انا غلط يبقى خليهم يقبضوا عليا وخلص نفسك بقى. بس انا حاسس انها صح. ولا انت كنت عايز شله يا ريس؟ لو عايز شله هتلاقي شله كتير، بس انا متاكد ان انت مش عايز شله عشان الغلابه اللي كانوا بيحبوك وما زالوا بيحبوك مصدقين ان انت هتعمل لهم حاجه. وبما انهم مصدقين يا ريس ان انت هتعمل لهم حاجه فما يهمكش من اي حد وما يهمكش من اي حاجه، بس الشعب المصري هو الغلابه اللي بياكل فول وطعميه وبيركب ميكروباص. لا ده كمان في ناس بتركب توك توك واتوبيس. هم دول الشعب، هم دول اللي بناء على طلبهم هتشوفوا دلوقتي الحاج عبد الوهاب راجل مصري كان من اوائل الناس اللي صوروا معايا بالبيجامه. بيحبك قوي يا ريس على فكره، هو ما يعرفكش بس قال لك سبع الله لا يغيب وجهه. شوفوا عم عبد الوهاب اللي بيحب مصر بجد. ممكن نشوف يا ريس دقيقه وارجع على طول اتكلم في حاجه مهمه. مواطن مصري بناء على طلب المشاهدين، ايه رايك في اللي بيحصل في البلد يا حاج ابو؟ والله لولا ربنا ما سخر جيش مصر البواسل اللي هي درع الامه العربيه كانت مصر بقت زي سوريا لا قدر الله والعراق، لكن مصر محفوظه جيشها رجال، فربنا حفظ مصر بفضله ثم بجيشه. الرجال دي وقفت وجيش مصر وقف، الا كمان دلوقتي لما وقف جيش مصر ولا والحج اللي اسمه عبد الفتاح السيسي دي سياده الرئيس، يا سلام يا سلام على دراجل سبع الله لا يغيب ولا يغيب وجهه. وتحيا مصر ورجال مصر وجيش مصر وشعب مصر وشرطة مصر وأمن مصر واستقرار مصر. الشمع ده بينفع برضو يا جدعان. احنا رجعنا لكم دلوقتي عشان نتكلم على حاجة مهمة جدا. بعد إذن حضرتك يا ريس، لحسن معانا ريس من الرؤساء الجامدين قوي يعني. ما فهمتش منه أي حاجة لما اتكلم، بس ممكن أوضح. الشيخ أوباما رئيس أمريكا في مؤتمر مكافحة التطرف والإرهاب اللي انعقد في أمريكا قاعد يتكلم يا ريس على الإسلام والأديان وزعماء الدين. لا مش زعماء الدين، أصل هم إرهابيين، والناس تسقف الله يا أوباما. طب وبعدين؟ كان كلام حلو. الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتكلم على الأديان وعلى التسامح وعلى الإرهاب وعلى حاجات كتير قوي. لما تيجي تحلل الكلام بتاعه يا ريس ما تعرفوش تاخده منه لا حق ولا باطل، سياسة بيلعب صح. بس لفت نظري حاجة بقى في عم أوباما بصراحة يعني يا ريس، ممكن أقولها؟ إن الرئيس الأمريكي ذكر جزء من كلمات القرآن الكريم. اندهشت. انا استغربت برضو يا ريس، اندهشت جدا. بس يا ريتو قالوا صح، ده قالوا غلط، قالوا غلط، قالوا غلط. وانا كنت بعتب على الجهلة اللي كانوا بيستخدموا الآيات القرآنية ويشرحوها للناس بطريقة خاطئة. طلع برضو الرؤساء يا ريس ممكن يغلطوا وعمال يقولك مش عارف ايه. تيجي نسمع عليه في المؤتمر بتاع التطرف. اسمع عم أوباما. And to their credit,
وطبعا هناك أئمة مسلمون هنا في الولايات المتحدة وغيرها وفي العالم هم يردون على هذه الأفكار المشوهة وهذه التفسيرات الخاطئة، وهم أوضحوا بأن الإسلام دين سلام، ونحن هنا الآن معنا زعماء دين هنا وهم يدعون إلى السلم والعدالة والتسامح مع الآخرين، والإرهابيون لا يودون ذلك. القرآن يقول من قتل نفسا كمن قتل الناس جميعا. هذه هي الأصوات هي التي تمثل أكثر من مليار شخص حول العالم. ولكن إذا طبعا سعينا إلى نبذ هؤلاء الإرهابيين، فعلينا أن نواجه التحديات وجهودهم لتجنيد الشباب. يا ساتر، شفتوا الرئيس الأمريكي قال ايه؟ بيقول لك من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا. بيفتي يا رئيس. عمرك شفت رئيس دولة بيفتي يا رئيس؟ بيفتي مش عارف وبيفتي، عرفش مين اللي قاله. ممكن أرد على تليفون مع رئيس الرئيس؟ ممكن. ألو، أيوة أنا علي بجام. أهلا. إيه هو قال لي؟ أقوله إيه؟ طب ما أنا كنت كده هقوله أنا بخاف. إحنا بنخافش من حد. لا أقوله ما حاضر، هقوله. مع السلامة مع السلامة مع السلامة. بص يا ريس، انا هقول عم اوباما. عم اوباما قال ان القرآن الكريم كتاب المسلمين مكتوب فيه اللي هو قاله، بس الرئيس الامريكي لو كان رجع لبداية الآية كانت هتبقى مختلفة. عشان كده معظم الشيوخ اللي بيبقوا لابسين دقون بيجتزئوا أجزاء من الآيات، ولكن عشان تتفهم الآية صح أو كلمات ربنا بعد إذن حضرتك يا ريس لازم تتقال الآية من بدايتها لنهايتها. والكلمتين اللي قالهم عم أوباما كانوا آية 32 في سورة المائدة. تسمح لي يا ريس أقولها من أولها؟ عشان هو كان فاكر ان هي للمسلمين وهي الآية مش للمسلمين خالص على فكرة يا جماعة بعد اذنكم. وعلى فكرة عشان الخبثاء انا متوضي، عشان ما ينفعش الواحد يمسك المصحف وهو مش متوضي. بسم الله الرحمن الرحيم. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتكم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم. شفت بقى يا ريس؟ شفت عم أوباما؟ طلعت لنا صورته يا أستاذ أحمد؟ شفت عم أوباما؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. يعني هي أصلا نزلت على سيدنا محمد خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام عشان من أجل ذلك. ذلك بقى اللي هو إيه يا عم أوباما؟ كان لازم ترجع للقرآن عشان تعرف من قتل نفسا، وياريت كنت تقولها صح. ماشي. بيفتي في القرآن يا ريس، يعني ما نخلصناش من الشيوخ اللي هنا في مصر. طلع عم أوباما بيفتي في القرآن. اقراها اقراها عم أوباما، اقراها يمكن تفهم. كانت نازلة الآية لبني إسرائيل بس. شفت يا ريس ولا أنا غلط؟
ولا حد يقدر يكلمني. بعد اذن حضرتك يا ريس، عشان السادة الاعلاميين وفي ناس كتير قوي بتتكلم، مفيش حاجة يا جماعة اسمها الحجة في مواجهة الحجة، ارجوكوا يا ريس. والله مفيش حاجة كده يا ريس خالص، اصل عيب عيب يعني تبقى ناس قاعدة كده بجرفطات وبدل وحاطين برفيوم من المستورد ويقولك الحجة في مواجهة الحجة. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش الا حجة واحدة، صح يا ريس؟ مفيش الا حجة واحدة، نختلف نتحاور نشوف وجهة نظر امام وجهة نظر، رأي امام رأي اخر على رأي عم نجيب، لكن حجة امام حجة مفيش، هي حجة واحدة، صح؟ يبقى اقول لهم يا ريس لحسن الموضوع، تكلمت كلام على الاخر. والله هقول لكم ايه، هنطلع فاصل وهرجع لسؤال الحلقة، ركزوا معايا بعد اذنك يا ريس. احنا جينا دلوقتي لسؤال الحلقة، والاستاذ طنطاوي برضو متهدني ومحسسني ان انا من الاقليات، وانا مش هشتكي للرئيس خالص. هقول السؤال للرئيس وانتوا فكروا معايا يا رئيس بعد اذن حضرتك. سؤال الحلقة مهم وحساس وبصراحة كده يعني حله صعب. الضمير يا رئيس، الضمير اللي حضرتك اول ما بقيت رئيس قلت للناس عايزين ضمير حي للشعب المصري، عايزين نصح لهم ضميرهم لو نام. الضمير بقى يا جماعة موجود فين؟ في جسم البني آدم، بمعنى أوضح أين يقع الضمير في جسد الإنسان؟ ده سؤال بسيط جدا، اقعدوا فكروا فكروا فكر يا رئيس. الضمير، وانا بشاور هنا ليه؟ الضمير، الضمير فين في جسم البني آدم؟ بس انا غلطان يا رئيس؟ ده سؤال الحلقة، وما عندناش جوائز ولا عندنا رئيس قناة بيطلع فلوس ولا بنطلع شاشات ولا موبايلات ولا اي حاجة. السؤال ده عشان تفكروا، يمكن تعرفوا الضمير فين في جسم البني آدم. وتوتة توتة فرغة الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ علي بجامة، بجامة وشعب وصورة رئيس. السلام عليكم. الوصف كلمة نفسي اسمح، سكينة برضه تدخل فتة ما بيننا سهل تولح، تنصح في الأطرش لحد ما صوتك يجيله بح، احذر نفسك أمرة بسوق لازم تمنح، علي الروبي في بجامة وشعب وصورة رئيس، نفتح في مواضيع بابا بنقود العالم Love and Peace، فتلف الأيام بينا والفكرة أساس حلمنا، فرأيك مطلوب والرأي التاني برضه يهمنا، بتعدي الأيام بينا والفكرة أساس حلمنا، رأيك مطلوب